السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو النهاردة تجربة وريفيو لألوان فابريك كاستل ووتر كولر بنسلز 30 لون. العلبة جاي معاها براش عشان التلوين بالمية. خلونا نفتحها سوا ونشوف العلبة من جوه عاملة ازاي ودرجات الألوان اللي جاية فيها. الألوان ممكن نستخدمها كألوان خشب عادية أو ألوان مائية. الالوان جاي معاها الفرشة دي ناعمة وحلوة قوي، وده بقى شكل القلم، بيكون سداسي ومكتوب عليه درجة اللون، وكمان في مكان للنيم ورا، بيكون حلو جدا طبعا لو في تجمع او حاجة عشان الالوان ما تلخبطش مع بعض. خلونا نجرب كل درجات الالوان اللي موجودة في العلبة قبل ما نرسم الرسمة بتاعتنا النهاردة. في تنوع حلو قوي في الدرجات، والبيجمنت بتاعها حلو ويعتبر تقيل. الالوان ناعمه جدا في التلوين. الالوان دي عندي بقى حوالي 15 سنه، مش عارفه ليه مش بستخدمها، بس قلت اطلعها بقى نجربها سوا. مكتوب على العلبه من ورا ان المفروض ما نحطش القلم في الميه وبعدين نلون بيه. الطريقه الصح ان احنا نستخدم القلم ونلون بيه الرسمه عادي، وبعدين نستخدم بعد كده البراش. تعالوا بقى نجرب الدمج بيها هيكون عامل ازاي. خلينا ابتدي بدرجات الازرق. استخدمت 3 درجات من الازرق، وكمان هعمل نفس الدرجات تاني تحت. هستخدمها مرتين، مرة هستخدمها كالوان خشب عادية، والمرة التانية هنجربها بالمية ونشوف الفرق ما بين الطريقتين. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شايفاكو، يلا مستنية اشوف الكومنتس بتاعتكو تحت. وكمان قلت اجرب درجات الاحمر مع بعض. هستخدم برضو درجات مرتين، مرة هستخدم الالوان دي خشب عادي، ومرة نستخدم البراش مع بعض ونشوفهم. البراش هنا مقاس 4. البراش حلوة قوي وناعمة بصراحة. شوفوا بقى الفرق بين الطريقتين مع بعض، وقولولي حبيتوا اني واحدة اكتر في الكومنتس، الاولى كالوان خشب عادية ولا التانية كالوان اكريل. انا بصراحة حبيت التانية اكتر. يلا عشان مستنيه رايكم وهشوف كل الكومنتس. وبصراحه بعد كده اتحمست شويه وقلت يلا نلعب مع بعض كده ونجرب كل الالوان لما استخدم معاها الميه هتبقى عامله ازاي. طبعا الاحسن لو هستخدم الالوان دي مع الميه. هستخدم ورق تقيل عشان الرسمه ما تبص مني، ولو هستخدمها كالوان عاديه تقل الورقه مش هيفرق قوي. انا هنا مستخدمة ورق 80 جرام، بس انا قلت ده مش هيفرق معايا عشان انا كده كده بجرب الالوان، ما فيش رسمة هتبوظ ولا حاجة. بس في الرسمة اللي بعد كده مستخدمة ورق 180 جرام. قولولي ايه اكتر الوان بتحبوا تستخدموها ونوعها ايه. ويلا بينا بقى نلون الرسمة بتاعت النهاردة. انا للأسف الرسمة رسمتها اوف كاميرا ومخدتش بالي، فتمام هنلون بقى مع بعض. واخد بالي بقى اني بدأت التصوير، انا خفيت الرصاص شوية، وبعد كده جهزت درجات الالوان اللي هعمل بيها الوردة وكمان درجات الاخضر. في درجات تانية هستخدمها بعد كده هنشوفها سوا. وبدأت التلوين من الاجزاء اللي فيها ظل الاول، وبعد كده هروح واحدة واحدة للنور. طبعا الاجزاء اللي فيها ظل بتكون اطراف الورق اكتر، والاجزاء المتنيه جوه مش باينه. في نقطه مهمه بقى نخلي بالنا منها واحنا بنلون، لو هستخدم درجه لون، انا عايزه مثلا درجه لون احمر غامق، هستخدم درجه اغمق من اللي انا عايزاها لو بعد كده هخفف اللون بالميه عشان اللون بيفتح مني، وده هنشوفه دلوقتي في الرسمة. انا بعد ما لونت الوردة وخففت الالوان بالمية اللون افتح مني جدا، فرجعت زودت تاني الاجزاء اللي فيها ظل وغمقت الوردة شوية عشان تبان. واحدة واحدة بقى والوردة بدأت تظهر معايا، ويبتدي اخش في الاخضر والورق بتاع الوردة تحت. استخدمت 3 درجات من الاخضر، و رجعت بعد كده زودت تاني درجة لون اصفر عشان حسيت الاخضرات لوحدها مش مدية الشكل الطبيعي قوي للورق بتاع الشجر، فزودت الاصفر. هنشوف دلوقتي لما ازود الاصفر اللون هيبقى ناتشورال اكتر. قولولي في الكومنتس لو حابين نجرب حاجة بعد كده في الفيديوهات اللي جاية، نجرب ايه الرسومات اللي حابيني ارسمها معاكم، ولو في الوان برضو حابين نجربها سوا
قولولي مستنية تعليقكم. وبكده أكون خلصت الرسمة، رجعت تاني زودت الظل أكتر في الورد عشان حسيتها فاتحة قوي، وهزود تاني برضو بعد أما استخدم البرش. ودلوقتي وقت البرش، ويشوفوا بقى الألوان بدأت تندمج مع بعض أكتر. وهنا عشان الورق تقيل ما تأثرش لما بدأت ألون بالمية، خدوا بالكم بقى الوردة افتحت شوية ولا ايه؟ قولولي رأيكم. انا حسيتها افتحت شوية، عشان كده رجعت زودت عليها تاني اللون الغامق شوية، اغمقها واظهر مناطق الظل اكتر. وقبل ما اعمل التحبير طبعا هستنى الورقة تنشف، وقلت على ما الورقة تنشف العب شوية في الخلفية كده بالالوان. خدت شوية درجات الوان لعبت بيها ورا، وبعد كده سيحت الالوان بالبرش. بعد ما سيحتها هرجع تاني ازود درجات الوان، حسيت لون الوردة قليل شوية في الخلفية فرجعت زودته. خدوا بالكم بقى الحتت اللي لونت بيها لون الوردة ما كانتش لسه نشفت وكانت مبلولة شوية، عملت شوية بقع كده، اللون مرضيش يسيح بعد كده لما استخدمت معاه المية، عمل شوية بقع. ويلا بينا بقى نخش مع بعض نعمل التحبير بتاع الرسمة بتاعتنا، ونشوفها بعد التحبير هتبقى عاملة ايه، الشكل النهائي عامل ايه. ومستنية رأيكم تقولولي حبيتوا الرسمة ولا لأ، وكمان حبيتوا الألوان ولا لأ. كمان قولولي لو عندكم استعداد تشتروها، ولا تحبوا ان انتوا يكون عندكم ألوان خشب لوحدها وألوان مائية لوحدها، ولا تحبوا تشتروا دي ويكون اتنين في واحد، وطبعا السعر هيكون أقل. قولولي هتحبوا ايه اكتر. كمان حسيت بعد كده بعد ما خلصت تلوين وتحبير وخلاص الرسمة خلصت والفيديو خلص، ان انا محتاجة ازود شوية الوان في الباك جراوند فوق على الشمال، بس طبعا ما عملتش كده، كان الفيديو خلص خلاص. قولولي كان فعلا محتاج ولا لا عادي تمام. وبكده تكونوا وصلتوا معايا تقريبا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش، وسي يو سون في فيديوهات اكتر. وقولولي حابين نجرب ايه بعد كده مع بعض في الفيديوهات الجاية. باي باي.